طيب بلدي بالنسبة، معلش أنا أسفة برضو، بس نوع مهم جدا وخصوصا الأطفال بيحبوه جدا، الجبن اللي هي سهلة الفرد الكريمي يعني، ايوه دي بقى صحية ولا لا؟ خصوصا دايما يقال إن فيها زيوت مهدرجة تبقى أعلى ايوه النسب فيها. حلو قوي. ما ده دي بقى اللي هي هتدخل تحت طائله الجبن التي يجب تناولها بحذر، واخلي بالي هي سبريد تشيز او جبن اللي هي الفرد دي نوع، ما بقول لحضرتك دي بروسيس، دي بروسيس، بس ايه نوع الدهون، بيضيفوا دهون، نوع الدهون بقى المضافه دي هل هي دهون طبيعيه؟ يعني هم فيهم فئتين، هل هي دهون طبيعيه حلوه بيبقى عاده طبعا اغلى، ولا هي دهون مهدرجه يبقى سيئه؟ دي حاجه هتخش معانا في الايه، في الكاتيجوري الاولاني او في النوع الاولاني اللي هو الضار، ساعتها طبعا هتبقى ضاره، المفروض يعني انها المطلوب ان احنا كأم او اي نقرا سيدة نقرا مصرية امسك علبة الجبنة اشوف ايه طبعا اللي مكتوب عليها، مهم جدا ابعد عن الزيوت المهدرجة وتبقى كلها حاجات النباتيه طبيعية. المهدرجه بالظبط كده، طيب لان شكرا. كده ساعتها هتبقى لا خلاص يعني ما بقت من الفئه الايه اللي هي الفئه الضاره اللي يجب امتناع عنها.